السلام عليكم أعزائنا الطلبة، نلتقيكم عبر شاشة فضائية العراق التربوية. ننقل لحضراتكم مادة محاسبة الشركات للفرع التجاري قسم المحاسبة المرحلة الثالثة. درسنا لهذا اليوم هو تكملة الفصل الثاني من رأس المال الشركة المساهمة. تحدثنا سابقا أنه رأس الكتاب المؤسسين يكون في الشركات المساهمة المختلطة لا يقل عن 30% ولا يزيد عن 55%، أما في الشركات المساهمة الخاصة لا يقل عن 20 ولا يزيد عن 51%. فيكون قيد الاكتتاب في الشركات بالنسبة إلى المؤسسين يكون من حساب البنك، قيد الاكتتاب من حساب البنك إلى حساب المؤسسين، من حساب البنك هذا قيد الاكتتاب المؤسسين من حساب البنك إلى حساب المؤسسين. ثانياً مصاريف التأسيس، يكون قيد مصاريف التأسيس من حساب مصاريف التأسيس إلى حساب البنك، من حساب مصاريف التأسيس إلى حساب البنك. مثل ما تحدثنا أو من أسس المحاسبية الأساسية أنه المصاريف هي تكون بجانب المدين، أي مصروف تصرف الشركة يعتبر هو بجانب المدين من حساب مصاريف التأسيس إلى حساب البنك. أما اكتتاب الجمهور فقيد الاكتتاب الجمهور، اكتتاب الجمهور هم يجب أن تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب الجمهور خلال 30 يوم من تاريخ موافقة على تأسيس الشركة، ويتم الاكتتاب الجمهور بأن يأخذ كل راغب بالمساهمة في الشركة استمارة اكتتاب من المصرف، من تأخذ من المصرف، هاي املأ فراغات الذي سيتم الاكتتاب فيه بعد أن يملأ الاستمارة بالمعلومات المطلوبة ويعيد تسديدها مسددا معها القيمة المحددة للاكتتاب بالأسهم التي يرغب بامتلاكها، ويتم إثبات القيد المحاسبي، القيد المحاسبي من حساب البنك إلى حساب المكتتبين أو الجمهور. نانا قيد اكتتاب الجمهور من حساب البنك إلى حساب المكتتبين أو الجمهور، وقيد اكتتاب المؤسسين من حساب البنك إلى حساب المؤسسين. رابعاً إشهار الشركة، بعد انتهاء مدة الاكتتاب المقررة وبلوغ الحد وبلوغ رأس المال المكتتب به الحد المسموح به قانوناً، يقوم مسجل الشركات بإشهار تأسيس الشركة. يعني الشركة المساهمة أرادت أن تبلغ مقدار تأسيسها 50 مليون دينار، اكتتب المؤسسون واكتتب المكتتبين الجمهور بالأسهم، وصلت إلى الحد رأس المال المراد اللي هو 50 مليون دينار مثلا، فيقوم مسجل الشركات بإشهار تأسيس الشركة وذلك بإصدار شهادة تأسيس واكتسابها الشخصية المعنوية بدءا من تاريخ صدور شهادة التأسيس. نانا ننتبه أعزائنا الطلبة، ننتبه أنه يجي سؤال متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟ متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟ الجواب يكون بدء من تاريخ صدور شهادة التأسيس، من تاريخ صدور شهادة التأسيس تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية، ويكون القيد هذا قيد تأسيس الشركة إنه أنا صدرت إلها شهادة تأسيس، ويكون قيد تأسيس الشركة من حساب المؤسسين اللي هم اكتتبوا جزء لا يقل عن 30 ولا يزيد عن 55 بالمختلطة، أما بالخاصة عن 20 إلى 51 بالخاصة، والباقي اكتتب به المكتتبون أو الجمهور. هذول اثنيناتهم كونوا رأس المال الشركة. إذا من اكتتب المؤسسون اكتتب المكتتبون كونوا إلى حساب رأس المال الشركة، وإحنا هنا نعرف أنه رأس المال الشركة هو رأس المال دائما بالجانب الدائم، عند إضافة عليه أي مبلغ يبقى في الجانب المدين، في حالة أنه إلغاء الشركة يذهب رأس المال من الجانب الدائم إلى جانب، يعني عندما يخفض رأس المال يذهب من الجانب الدائم إلى الجانب المدين. خامسا عدم تأسيس الشركة، في حالة أنه مسجل الشركات أنه رفض تأسيس الشركة
فقال انه انا ما اسس الشركه لاسباب معينه، اما اهم سبب من الاسباب عدم تاسيس الشركه هو دون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركه 75%. انا شلون اعرف انه هاي الشركه تاسست ووصلت الى الراس المال المصرح به او راس المال الاسمي؟ عندما يكون المكتتبين او المؤسسين يكتتبوا بنسبه 75% من راس مالها، اني اوافق على تصدير اصدار شهاده تاسيس للشركه. اما في حاله انه الشركه لم تصل الى 75% من راس مالها المصرح به او الاسمي، فمسجل الشركات هنا يرفض اعطاء الشخصيه المعنويه او اصدار شهاده تاسيس الى الشركه. في هذه الحالة عندنا خيارين، أما أنه نمدد الاكتتاب مدة إضافية، هنا جدا مهم ننتبه عليه، في حالة الرفض لم تصل الشركة إلى 75% عندنا خيارين، أما نمدد الاكتتاب مدة إضافية وعند انتهاء وعدم بلوغ النسبة أعلى يلغى تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها. يعني يا أما أمدد الاكتتاب، مهم أنا شفت أن مددت الاكتتاب ما وصلوا إلى 75%، هذه الحالة أخفض رأس المال الشركة حتى عادلة بالخمسة وسبعين اللي كتبوا بيها، وترد المبالغ المستلمة إلى الجمهور، أما المؤسسون فيتحملون نفقات التأسيس ويعاد إليهم الباقي، ويكون القيد كالآتي. هاي في حالة إلغاء تأسيس الشركة. في حالة الرفض المسجل إيش راح يكون عندي القيد؟ من حساب المؤسسين، من حساب المكتتبون أو الجمهور، إلى حساب مصاريف التأسيس، إلى حساب البنك. إلى حساب البنك راح يعيد المبالغ اللي أخذها المن للمؤسسين والمكتتبين، فصاروا في الجانب المدين، والبنك عندما يعطي يذهب إلى الجانب الدائن، ومصاريف التأسيس بالجانب الدائن. قيد إلغاء تأسيس الشركة ورد الأموال إلى الجمهور بالكامل، واستقطاع مصاريف التأسيس المؤسسين ورد الباقي نقدا. مثال، هاي في حالة الاكتتاب الناجح، حصلت الموافقة على تأسيس شركة مساهمة برأس مال قدره 1,000,000 دينار، تكون نسبة المؤسسين فيه 30%، ويطرح الباقي للاكتتاب العام على أن يسدد رأس المال بالكامل نقداً، وقد بلغت مصاريف التأسيس 100,000 دينار، علماً بأن الجمهور اكتتب بنسبة 75% من الأسهم المطروحة للاكتتاب. نحن فنسوي احنا رجد رأس مالها 1,000,000، ايش قد اكتتب المؤسسون من 1,000,000؟ 30%. مصاريف التأسيس ايش قد؟ هاي من الاشياء المهمة اللي ننتبه عليها، 100,000. الجمهور ايش قد اكتتبوا؟ 70%. اذا 70% ويا 30% 100%، اذا هي من هسه انه نحن نعرف انه الشركة حصلت الموافقة على موافقة على تأسيسها. فالحل راح يكون 100 في 30%، إيش قد راح يكون أنا عندي؟ راح يكون عندي 300,000 دينار ما اكتتب به المؤسسون. قيد اكتتاب المؤسسون من حساب البنك إلى حساب المؤسسون. أتحملت أنا المصاريف، والمصاريف مثل ما قلنا أنه تعضع في الجانب المدين، من حساب 100,000 من حساب مصاريف التأسيس إلى حساب البنك. 1,000,000 ناقص 300,000 700,000 أنا طرحتها للاكتتاب بسوق الأوراق المالية، كتبوا من عندها الجمهور، كتبوا 70%، إذن 490,000 ما كتب به الجمهور. 490,000 من حساب البنك، 490,000 إلى حساب المكتتبون أو الجمهور. نسبة الاكتتاب، هاي النسبة، هذا القانون أنا أستخرج من عنده إذا كانت هي 75% وإذا كانت أقل من 75%، فأني من هذا القانون أنا أعرف أنه أنا تؤسس الشركة أو لم تؤسس. شو يقول هذا القانون؟ نسبة الاكتتاب، المبلغ المكتتب به على رأس المال المصرح في 100%. من هم المبلغ المكتتب به؟ جد اكتتبوا عند المؤسسون 300، المكتتبون ايش قد تكتبوا من اسهم الشركه المساهمه؟ 490، اجمعها. انا ايش قد طرحت بالسوق؟ يعني انا ايش قد اريد انه اسس الشركه راس مالي الاسمي، عفوا وليس الطرح، راس مالي الاسمي ايش قد اني اريد اسس الشركه؟ 1,000,000 في 100 ايش راح يساوي لي؟ 79%، فهنا يعتبر الاكتتاب الناجح.
ليش؟ لأنه الحد الأدنى للاكتتاب يجب أن يكون 75% عليك أن الاكتتاب ناجح، وبذلك تؤسس الشركة ونضمن قيد ونضع قيد التأسيس. فقيد التأسيس راح يكون عندي أني المؤسسون يشد اكتتبوا عندي، اكتتبوا عندي من 300,000، والجمهور يشد اكتتبوا عندي 490,000. إذا شد ما مقدار اكتتبوا به عندي 790,000 اللي هو يمثل 79%، معناها أنه الشركة المساهمة وافقت على حصول شهادة إصدار أو تأسيس لها. فراح يكون القيد من حساب المؤسسون، من حساب المكتتبون إلى حساب رأس المال، هذا القيد يعتبر قيد تأسيس. ونفتح نسوي من إحنا أسسنا الشركة يجب أن نضع لها ميزانية الافتتاحية، ننظم لها ميزانية افتتاحية للشركة. الميزانية الافتتاحية الموجودات بالجانب المدين، والمطلوبات بالجانب الدائن. الموجودات أنا إيش عندي؟ عندي البنك وعندي مصاريف التأسيس. البنك 996,000 والتأسيس عندي مصاريف تأسيس عندي 100,000. المطلوبات هو رأس المال، ورأس المال المصرح به والمدفوع. أنا جد عندي رأس المال مالتي إنه يكون 1,000,000، ورأس المال المصدر والمدفوع عندي 790. راح يكون عندي إذا 790,000 اللي هو الميزانية الافتتاحية بين الموجودات والمطلوبات. نجمع 790 اللي هو رأس المال المصدر أو المدفوع. من هذا المثال يجب أن نأخذ نقاط مهمة ننتبه عليها أعزائنا الطلبة، أنه يجب أن تكون نسبة الاكتتاب 75%، هاي النسبة الصحيحة. ما يقل عن 75% أنه أنا الشركة لا أعطي لها شهادة إصدار أو شهادة تأسيس. من 75% لحد فوق يعني 79 75 76 78، هاي أعطي لها تحصل الشركة المساهمة على الموافقة التأسيس من مسجل الشركات. ننتبه ملاحظة ثانية في حالة أنه أنا أريد أحل سؤال بالشركات المساهمة، أنه أشوف نسبة الاكتتاب، اكتتاب شقد للمؤسسون، ونسبة الاكتتاب للجمهور شلون، للمكتتبون كم، من خلال هاي القانون. احنا قلنا هذا القانون هو اللي راح يحدد لي نسبة الاكتتاب بالشركة المساهمة، ننتبه عليه ونركز عليه ونحفظه. المبلغ اللي المكتتب به هو منين اخذه؟ ايش قد اكتتبوا به المؤسسون زائدا الجمهور على رأس المال المصرح به اللي هو الاسمي، انا ايش قد اريد تكون رأس مال الشركة مالتي في 100%. اذا طلعت لي فوق 75 اكتتاب ناجح، اذا اقل الاكتتاب فاشل. هنا ننتهي درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم في الدروس السابق اللاحقة إن شاء الله. دمتم على خير.